بروستيت جروب. الكوينزايم كوفاكتور دلوقتي اتاكسس بروستيت جروب فيرلي اتاكسس. كوينزايم كوفاكتور بيبقوا دايلايزر بيتفتح، اما بروستيت جروب نان دايلايزر ما بيتفتحش. كمان الكوينزايم كوفاكتور بايند تو ذا انزايم اونلي ات ذا تايم اوف رياكشن، اما بروستيت جروب بايند تو ذا انزايم اول ذا تايم. الكوينزايم والكوفاكتور بيبقوا غالبا يا جماعه يعني حاجات بروديوس فروم فايتامينز زي النادي والحاجات دي، اما البروستيت جروب بيبقوا ميتالز غالبا. فالكوينزايم والكوفاكتور بيبقوا ثيرمو ستيبل بيستحملوا الحراره، اما البروستيت جروب بيبقوا ثيرمو لابايل مش بيستحملوا الحراره. فالبروستيت جروب دي في ناحيه، لكن الكوينزايم والكوفاكتور ايه الفرق ما بينهم؟ يقول لك والله ايه الكوفاكتور بيبايند تو ذا سيرفيس ان الوز اند ديسوشيت مير. كمان الكوينزايم نفس الكلام بيبايند تو ذا انزايم ان الوز اند ديسوشيت مير. ايه الفرق؟ قال لك الفرق ان الكوينزايمز شغاله جروب ترانسفير موليكولز، يعني بيشيلوا كيميكال جروب، يا اما يشيلوا هيدروجين يا اما يشيلوا موسايل يا اما يشيلوا سي او 2، يعني بيشبك في الانزيم وقت التفاعل ويطلع من التفاعل ايده مليانه شايل حاجه. اما الكوفاكتور لا مش بيشيل حاجه، بيدخل في التفاعل ويشبك في الانزيم ويخلص التفاعل يطلع مش شايل حاجه زي الاي تي بي. يشبك في الانزيم وقت التفاعل يطلع اي تي بي وبي ار مش شايل حاجه خالص. اما الكوينزايم والجروب ترانسفير موليكولز لازم يطلعوا شايلين حاجه. لو شالوا هيدروجين بسميهم هيدروجين كاريرز، زي الايه؟ زي النادي زي الاف ام ان زي الاف اي دي زي الكو انزايم جروب، او ممكن يشتغلوا اذر جروب كارير يشتغلوا حاجات ثانيه زي التي بي بي زي البي ال بي زي البايبل وهكذا. واخر حاجه ختمت بها الهسه قلت لك ايه الفرق ما بين ميتالو انزايم وميتال اكتيفيت انزايم. ميتالو انزايم الميتال شغال بروستيتيك جروب فور ذا انزايم، اما ميتال اكتيفيت انزايم الميتال هنا كو فاكتور فور ذا انزايم بيشبك بس وقت التفاعل. هنكمل بقى النهارده رحلتنا مع الشابتر ده اللي اسمه الانزايم، والنهارده هتكلم عن حاجه اسمها ميكانيزم اوف اكشن اوف ذا انزايم. ركز معايا بقى دخلنا في الكليه. ميكانيزم اوف اكشن اوف ذا انزايم. قبل ما اتكلم كيف يعمل الانزايم لازم تفهم الانزيم ده شكله ايه. قال لك والله الانزيم لو هوصف شكله هقول ده لارج بروتين موليكيول، يعني بروتين كبير جدا 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 بيوصل ساعات ل 10000 امينو اسيد. 10000 لارج بروتين موليكيول. الانزيم يا جماعه وصفه انه لارج بروتين موليكيول بالشكل ده. طب هل كل البروتين ده مهم؟ هل كل البروتين مسؤول عن الاكشن؟ قال لك لا، ده في سيرتن سايتس جوه البروتين ده جوه الانزيم ده بتبقى مهمه. اهم مكان في الانزيم كله هو المكان ده يا جماعه. ده اللي بيبايند مع السبستريت، ده اللي بيشبك في الماده المتفاعله. وعشان هو بيبايند مع السبستريت سميته سبستريت بايندينج سايت. اسمه يا جماعه سبستريت بايندينج سايت. ليه؟ عشان هو اللي بيبايند مع السبستريت، وهو اللي بيعمل كاتاليسيس، هو اللي بيكاتالايز الرياكشن، هو اللي بيخلي الرياكشن يحصل، فسميته كاتاليتيك سايت. يبقى السايت ده بيبايند مع السبستريت فاسمه ايه؟ سبستريت بايندينج سايت، وهو اللي بيعمل كاتاليسيس فاسمه كاتاليتيك سايت. وباقي الانزيم نايم في العسل والحته دي بس هي اللي اكتف فسميته اكتف سايت. يبقى في منطقه في الانزيم هي اللي بتبايند مع سبستريت سميتها سبستريت بايندينج سايت، هي اللي بتعمل كاتاليسيس فاسمها كاتاليتيك سايت، هي اللي اكتف فاسمها ايه؟ اكتف سايت. المنطقه دي يا جماعه مش كبيره، دي صغيره، ودايما بلاقيها ريتش ان ميني جروب، ففيها جروبز كتير زي الاو اتش جروب زي الاس اتش جروب زي الكربوكسي جروب. فدايما الاكتف سايت ريتش في هذه الجروبز زي الاو اتش والاس اتش والجروبز. عارف ليه؟ لان الجروبز دي بتباين على جروبز كومبلمنتري ليها على السبستريت. فلو في اس اتش في هناك اس اتش على السبستريت بيعملوا اس اس بوب،
في هنا كربوكسيل في امينو على السبستريت يشبكوا مع بعض ويشدوا بعض، يبقى الجروب اللي اسمها او اتش واس اتش وكربوكسيل موجوده في الاكتف سايتين عشان تشبك في جروبز كومبلمنتري ليها على السبستريت ويحدث الاتحاد ما بين الانزيم والسبستريت. يقول لك كمان الاكتف سايت لما ببص له بشوفه 3 دايمنشن ثلاثي الابعاد لطول وعرض وعمق، يعني حاجه ثلاثيه الابعاد. يبقى كمان يا جماعه بنتكلم عن ميكانيزم اوف اكشن اوف انزايم، وقلت لك قبل ما اقول ميكانيزم اوف اكشن اعرف الاول شكل الانزيمين. وصفت الانزيم وقلت هو سمول ولا لارج بروتين مولكيول؟ لارج بروتين مولكيول احيانا يوصل ل 10,000 امينو اسيد. كل مهم ولا حته منه المهم؟ حته منه. اسمها ايه؟ اكتف سايت عشان هي اللي شغاله. سابستريت بايندينج سايت عشان بتشبك. السابستريت كاتاليتيك سايت عشان بتعمل كاتاليسيس. والحته دي حته صغيره مش كبيره. و3 دايمنشن وريتش جروب زي او اتش واس اتش وكربوكسيل وامينو ليه؟ عشان بايند مع جروب كومبلمنتري على السابستريت. طيب ده سايت ثابته اكتف سايت. لكن في سايت تاني في الانزيم. السايت ده اسمه ايه؟ قال لك اسمه ألو ولا زادو؟ ألو. اسمه ألوستيريك سايت. اسمه يا جماعه؟ ألوستيريك. ايوه ألوستيريك سايت. كلمة ألو يعني أنذر. كلمة ألو يعني أنذر. وكلمة ستير يعني سايت. كلمة ألو يعني أنذر. وكلمة ستير يعني سايت. فكلمة ألوستيريك يعني أنذر سايت rather than السابستريت بايندينج سايت. سايت تاني. سايت تاني. أنذر سايت rather than السابستريت بايندينج سايت. قال لك في الألوستيريك سايت ده بيشبك سابستريت؟ لا. في الألوستيريك سايت قال لك يشبك أورجانيك موديفاير. اورجانيك ايه؟ موديفاير. هو كلمة موديفاي يعني ايه؟ يعدل يغير يا اما للأسوأ يا اما للأحسن. التغيير قد يكون إلى الأسوأ وقد يكون إلى ايه؟ الأحسن. ثورة 30 يونيو ده تغيير للأسوأ ولا للأحسن؟ هنشوف مين هيمسك بقى وروحه. يبقى التغيير للأسوأ أو الأحسن. فلا بيشبك موديفاير. موديفاير هيغير يا يعني الأسوأ يا يعني الأحسن. يغير ايه؟ قال لك الأورجانيك موديفاير بيشبك في الألوستيريك سايت ويعمل كونفورميشنال تشينجز تغيرات شكلية في الأكتف سايت. يبقى أورجانيك موديفاير يشبك فين؟ الألوستيريك سايت ويعمل كونفورميشنال تشينجز اصحى فين؟ في الأكتف سايت. فيا اما يخلي الاكتف سايت مور سوتابل تو بايند وذ ذا سابستريت. مور سوتابل تو بايند وذ ذا سابستريت. اكثر ملائمه للسابستريت. كده احسن ولا اوحش؟ احسن. فاسميه اللوستيريك اسيبيتور. الكلام ده جاي قدام بس حابب تعرفه من دلوقتي. يبقى اورجانيك موديفاير شبك في الالوستريك سايت وعمل كونفورميشنال تشينجز في الاكتف سايت وخلاه مور سوتابل تو بايند وذ ذا سابستريت. اكثر ملائمه للاتحاد مع السابستريت فده احسن فسميته الالوستريك اكتيفيشن. وممكن الاورجانيك موديفاير ركز معايا يشبك في الالوستريك سايت ويعمل كونفورميشنال تشينجز في الاكتف سايت بس يخليه less suitable to bind with the substrate. إذا أحسن ولا أوحش؟ أوحش. وبالتالي أسميه allosteric inhibitor. يبقى ركز معايا. أنا بتكلم عن mechanism of action of the enzyme. وقبل ما أشرح أي كلمة بقول لك شكل الإنزيم إيه؟ فقلت هو لارج بروتين مولكيول. كل مهم؟ لا، ده جزء منه مهم يا جماعه. سميته اكتف سايت او سابستريت بايندينج سايت او كاتاليتيك سايت. وده فيه جروب زي الاو اتش والاس اتش والكربوكسيل والامينو والايه؟
عشان تشبه في جروبز مكملة ليها على السبسيت، وهو 3-dimensional ثلاثي الى بعد. في سايد تاني يا محمد غير يا عم ما وقفتش، الناس مشغوله دي وبتاع وكده، الناس بص عليك وسايباني يا عم، ينفع كده عشان انت احلى مني يعني؟ لا مش مشكله يعني، اقعد بقى ادرس على احلى الناس كلها سابوا الحصه وبص عليك يا عم، اقعد بقى. يبقى الاستريكسايت بيشبه فيه اورجانيك موديفاير، موديفاي بيغير يا للاخضر يا للاوحش. بيغير فين؟ بيغير في الاكتف سايت، بيعمل كونفورميشنال تشينجز في الاكتف سايت، يا اما يخلي مور سوتابل تو بايند وذ سبستريت، اكثر ملائمه للارتباط مع سبستريت، وقتها اسمه الوستريك اكتيفيشن، يا اما يخليه ليس سوتابل تو بايند وذ سبستريت، اقل ملائمه للارتباط مع سبستريت، وقتها اسميه الوستريك ايه؟ انهيبيتور. انا لسه ما اتكلمتش عن اي حاجه، انا شرحت بس شكل الانزيم ايه؟ الشيب اوف انزيم ايه؟ ندخل بقى على الموضوع، موضوعي اسمه ميكانيزم اوف اكشن اوف انزيم، ميكانيزم اوف اكشن اوف انزيم. هو الانزيم بيعمل ايه؟ ذكر التعريف، هو التعريف دي ار اورجانيك ايه؟ سابستنس اكت از ايه؟ بايو كاتاليست، بيعمل ايه؟ انكريز الريت اوف كيميكال رياكشن، يبقى وظيفه الانزيم انه بينكريز الريت اوف كيميكال رياكشن. انا هنا في العنوان ده بسال بقى ازاي الانزيم بينكريز الريت اوف كيميكال رياكشن؟ الاجابه ما حدش يعرف. الاجابه ايه؟ ما حدش يعرف. امال هندرس ايه؟ قال لك هندرس نظريات، هندرس ثيوريز، هندرس هايبوثيسيس، افتراضيات. ما حدش يعرف كيف يعمل الانزيم، لكن في ناس بتفترض، بتقول قد يكون الميكانيزم اوف اكشن كده، قد يكون بطريقه ثانيه، لكن الريال ميكانيزم ما حدش عارفه. طب ايه الافتراضيات؟ ايه النظريات اللي بتفسر عمل الانزيم؟ قال لك اول نظريه اسمها لوك اند كي ثيوري، لوك اند كي ثيوري، نظريه القفل والمفتاح، لوك اند كي ثيوري. هل ينفع مفتاح شقتك يفتح شقه بنت كلام؟ يا سلام لو ينفع، يا نهار ابيض يا راجل ده دنيا، لكن للاسف ما ينفعش. للاسف فعلا كل مفتاح متخصص في قفل واحد، كل مفتاح متخصص ايه؟ في قفل واحد. فاقول لك كل انزيم متخصص في سبستريت واحده، كانه مفتاح يفتح بس القفل بتاعه، اسمه لوك اند كي ثيوري، نظريه القفل والمفتاح. بتقول ايه بالبايو بقى النظريه دي؟ يقول لك there is an area in the enzyme. There is an area in the enzyme. يقول لك complementary to the substrate، يعني شبه substrate بالظبط. There is an area in the enzyme. مالها؟ complementary مكملة، شبه complementary to the substrate. The substrate fits into the enzyme. substrate تدخل جوه الانزيم. Like the key and the trunk. substrate تدخل جوه الانزيم لايك ايه؟ لايك ذا كي اند اتس لوك، ودي اسمها لوك اند كي ثيوري. تمام بره؟ بتقول ايه النظريه دي؟ ذير از ان اريا ان ذا انزايم، مالها بقى؟ كومبلمنتري تو ذا سبستريت، وذا سبستريت بتعمل ايه؟ فيتس، تدخل فيتس انتو ذا انزايم لايك ذا كي اند اتس لوك، زي القفل والمفتاح بتاعه، فيحصل الرياكشن. النظريه دي اوبسوليت، اتلغت من كل الدنيا الا في كتاب بينفع. ليه بقى؟ قال لك ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع ان الاكتف سايت شكله بيتغير. اصل النظريه دي بنفترض ان الاكتف سايت ريجيد ثابت ما بيتغيرش، شبه الصعيد بالظبط. طلع دلائل، الدلائل دي بتوضح ان الاكتف سايت الشكل بتاعه بيتغير، وبالتالي النظريه دي مش صحيحه.
ليه؟ لانها بتفترض ان الاكل سايت ريجن، لا مش ريجن بالغايه. ودي اسمها لوك اند كي ثيوري. طيب ايه النظريه اللي بعدها واصح شويه؟ اخد رقم ثلاثه انديوزد فيت ثيوري. انديوزد فيت ثيوري. كلمه انديوز يعني ايه؟ يحث، يحفز، يشجع، انديوز. وكلمه فيت يعني ايه؟ يدخل. لو دخلت كده في محل جزم كده في مكان محترم كده في مصر ولا بره مصر وبتاع، فيديك جزمه وانت قاعد كده يقول لك ايه؟ فيت ولا نوت فيت؟ مقاسك ولا مش مقاسك؟ داخله ولا مش داخله؟ فيت ولا نوت فيت؟ فانديوز ذا فيت ثيوري بتقول ايه؟ يقول لك لا 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 لا، اللوك والكي ثيوري دي اي كلام، ده الراجل اللي عملها راجل تعبان يا عم. امال انت بتقول ايه بقى؟ اللي بتقول ثيوري اسمها انديوز فيت. يقول لك والله لا، هو الاكتف سايت مش زي السبجكت خالص. امال ايه اللي بيحصل؟ يقول لك وين ذا سبستريت ابروش ذا انزايم، لما السبستريت تقرب من الانزايم يحصل كونفورميشنال تشينجز في الاكتف سايت، يحصل تغيرات شكليه في الاكتف سايت فيبقى شبه السبستريت، وبالتالي السبستريت تفيت انتو ذا انزايم ويحصل ريش. يبقى في انديوس فيت نختلف ايه؟ ان شكل الاكتسايد مش ثابت اهو، ده هو مش زي السبستريت خالص، لكن لما السبستريت بتقرب من الانزيم يحصل كونفورميشنال تشينجز في الاكتسايد فيصبح شبه السبستريت، فالسبستريت ديفيت جوه الانزيم ويحصل ريشن. يبقى الفرق ما بين اللوك والكي ثيوري والانديوس فيت ثيوري ايه؟ اللوك والكي بتقول الاكتسايد شكله ثابت ومش بيتغير وعلى طول زي السبستريت. انديوس بتقول ايه؟ لا، الاكتف سايت شكله مش زي السبستريت، لكن لما السبستريت بتقرب من الانزيم الاكتف سايت يبقى شكل السبستريت والسبستريت تشبك في الانزيم ويحصل ريجن. فدي اسمها انديوس بتقول. على طريق ايه؟ لا لا لا، حاجات تانية غير الفرد ده بيزود او بيقلل، لكن ده بيحصل حتى لو مش مفرد. الفرد بيزود الموضوع او بيقلل. يبقى دي تاني ثيوري اسمها induced fit theory. الثيوري الثالثة هي الأهم بقى. قال لك اسمها lowering the energy of activation. ركز معايا بقى، دي أهم واحدة فيهم كلهم. lowering the energy of activation. بتقول إيه يا جماعة الثيوري؟ وهي أصح واحدة فيهم كلهم. يقول لك for any substance to give product it should be placed at a high energy. For any substrate to give product it should be placed at a high energy. الانرجي دي اسمها energy of activation. كل اللي بيعملوه في الانزيم انه بيدور الانرجي of activation. تاني، for any substrate to give product should be placed at high energy اسمها energy of activation. الانزيم بيعمل ايه؟ بيلور الانرجي of activation. لا عايز افهم عشان افهم ناخد example. example هجيب substrate، substrate سكروز وادخله في reaction عشان يديني product. هكسر السكروز الى جلوكوز وفركتوز. ده reaction. الرياكشن ده ممكن يحصل مرتين، ممكن يحصل بدون انزيم وممكن يحصل بالانزيم اللي اسمه سكريز. ممكن كده ممكن. لو حصل من غير انزيم اسمي الرياكشن ده uncatalyzed reaction. uncatalyzed ليه؟ عشان حصل من غير كاتاليست، حصل من غير، فاسمه uncatalyzed reaction. ولو حصل بانزيم اسمه سكريز ده اسميه كاتالايزد ريأكشن. ليه؟ عشان حصل بيه كاتاليست اسمه سكريز. يقول لك لو الريأكشن ده حصل من غير انزيم، يعني في حاله عدم وجود السكريز، انا هحتاج انرجي مقدارها 27000 كالوري. يعني لازم ادي السكروز انرجي 27000 كالوري، ودي اسمها انرجي اوف اكتيفيشن، وبالتالي السكروز يتكسر من جلوكوز وفوق. وده اللي وضح اتجاه
بيعمل او بيدير من الرياكشن حصل بيه. اللي هي دي اسمها انرجي عشان تبقى الرياكشن. طيب صعب قوي في جسمي اوفر حراره 27000 جرام عشان اخسر السكر، صعب قوي. راح ربنا خلى في جسمي انزيمات. الانزيمات بتعمل ايه؟ تخلي الرياكشن يحصل لكن بانرجي اقل. فمثلا في حاله وجود السكريز التفاعل هو يحصل لكن ب 9000 كالوري. الله، يبقى السكريز عمل ايه؟ قال لك عمل لورنج للانرجي اوف ادكشن. بدل التفاعل معي 27000 كالوري من غير انزيم، لا ربنا خلق الانزيم وخلى التفاعل يحصل ب 9000 كالوري بس، وبالتالي الانزيم اللي اسمه سكريز عمل لورنج للانرجي اوف اكتيفيشن. كمان مره السيلولا دي بتفترض ايه؟ بتقول فور اني سبستريت تو جيف برودكت شود بي بليس ذا اي هاي انرجي اسمها انرجي اوف اكتيفيشن. الانزيم بيعمل ايه؟ بيعمل لورنج للانرجي اوف اكتيفيشن. عايز افهم عشان تفهم اكتر بتيجي كده نرسم كيرف، وفي الكيرف هيوضح كل الحقائق. بص معايا على الكيرف. لو انا ارسم كيرف قدامي يا جماعه، الكيرف مكون من تو اكسس، محورين. في محور بسميه واي اكسس وفي محور اسمه اكس اكسس، او بالعربي المحور الصادي والمحور السيني. طيب على الواي اكسس اللي هو الفيرتيكال هحط الانرجي مستوى الطاقه، وعلى الاكس اكسس هحط التايم اوف ريكشن وقت التفاعل ومسار التفاعل، وهرسم التفاعل ده تحويل السكروز لجلوكوز وفركتوز، بس مره هرسمه من غير كاتاليست يعني ان كاتالايز، ومره هرسمه بكاتاليست يعني كاتالايز ريكشن. نرسم كده الان كاتالايز ريكشن بالاحمر. تقول لك والله لما هبدا وانا سبسيت سكروز اهو، السكروز دي انرجي، ده مستوى الانرجي بتاعه. عشان يحصل رياكشن والسكروز يتكسر قال لك لازم ارفع الحراره، لازم اديله كميه من انرجي اسمها انرجي اوف ايه؟ اوف اكتيفيشن، وبالتالي الانرجي هتعلى قوي 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 قوي. واول ما الانرجي تعلى التفاعل يحصل ويديني برودكت، وده مستوى الطاقة بتاع ايه؟ البرودكت. طب لو الخط ده هو مستوى الانرجي بتاع السبس، ودي أعلى طاقة وصلت لها. الخط ده كده اللي وصلت له اللي عرفته اسمه انرجي اوف اكتيفيشن. اسمها يا جماعة؟ انرجي اوف اكتيفيشن. بس بتاع كاتالايز ولا ان كاتالايز؟ اوف ان كاتالايز. ولما اديته الانرجي الرياكشن حصل واداني برودكت. طب نفس الرياكشن هو هرسمه بالاسود بس في وجود كاتاليست، في وجود انزيم. قال لك نفس السبستريت وليها انرجي، وعشان برضه التفاعل يحصل لازم اعلي الانرجي، بس هعليه بنفس المقدار ولا بمقدار اقل؟ اقل طبعا، فهعلى بالانرجي اهو لكن بمقدار اقل شويه. واول ما الانرجي تعلى التفاعل يحصل وهيديني نفس البرودكت، والطاقه اللي عليت بيها دي يا جماعه اللي بالاسود برضه اسمها انرجي اوف اكتيفيشن، بس بتاع الكاتالايز ولا الان كاتالايز؟ اوف كاتالايز ريكشن. لمن يفهم بقى هو الانزيم عمل ايه؟ ده اللي بالاحمر اسمه انرجي اوف اكتيفيشن اوف ان كاتالايز، وده اللي بالاسود اسمه انرجي اوف اكتيفيشن اوف كاتالايز. هو الانزيم اللي هو الكاتاليست عمل ايه في الانرجي اوف اكتيفيشن؟ قلل الانرجي اوف اكتيفيشن. يبقى فور اني سبستريت تو جيف برودكت شود بي بليز ذات ايه؟ هاي انرجي اسمها انرجي اوف. الانزيم بيقلل بيلور الانرجي اوف اكتيفيشن. لازم على الكيرف ده تعرف النقطه دي. قال لك النقطه دي اسمها ترانزيشن ستيت. الكيرف ده مهم جدا يا جماعه. النقطة اسمها ايه يا جماعه؟ ترانزيشن ستيت. يعني ايه ترانزيشن ستيت؟ قال لك ترانزيشن ستيت هو أعلى مستوى من الطاقة وصلت له عشان أدي بروف. أعلى مستوى من الطاقة وصلت للسبستريت عشان تدي برودكت
فاسمه ترانزيشن ستيت. بس ليه سميته كده؟ ليه سميته ترانزيشن؟ هو كلمه ترانزيت يعني قال لك والله واحد سافر من القاهره عايز يروح مثلا نيويورك بس ما لقاش طياره نيويورك عنده فلقى طياره رايحه باريس فراح باريس قعد ساعتين ومن باريس رجع بالطياره اللي ودت نيويورك. الساعتين اللي قعدهم في باريس دول اسمهم ايه؟ ترانزيت. هل هو عايز يروح باريس؟ لا، هو عايز يروح ايه؟ نيويورك. بس هو عشان يروح نيويورك لازم يعدي على باريس. قال لك والله دي برضه اسمها ترانزيشن. انا مش هدفي اوصل للنقطه اللي اسمها ترانزيشن، انا هدفي ابقى برودكت. لكن عشان السبجكت تدي برودكت لازم تعدي على ترانزيشن ستيت والليفل اوف انرجي يعني. فسميت النقطه دي ترانزيشن ستيت بس بتاع الان كاتلايز ريكشن. طب النقطه دي اسمها ايه؟ ترانزيشن ستيت بس بتاع مين؟ الكيرف ده ساعات بيجي يا جماعه في الام سي كيو ويحط لك على الاحمر كده ايه وعلى الاسود دي بي والنقطه دي سي والنقطه دي دي. يقول لك الايه دي تمثل ايه؟ تقول له انرجي اوف اكتيفيشن بتاع الارك ترايكر. طيب البي انرجي اوف اكتيفيشن بس بتاع الارك ترايكر. طيب السي ترانزيشن ستيت بتاع الارك ترايكر. طيب ال دي ترانزيشن ستيت بتاع الكاتلايز. فهمت ازاي؟ يبقى لازم تفهم. ودايما في الكيرف ده الكبير هو الكاتلايز والصغير هو ايه؟ الكاتلايز. طب خلي بالك معايا النقطه دي اسمها انرجي بتاع السبستنس، النقطه دي كده اسمها انرجي بتاع ايه؟ البرودكت. الفرق ما بينهم اسمه دلتا جي. الفرق ما بينهم اسمه ايه؟ دلتا جي. فدلتا جي قال لك تساوي انرجي اوف ذا برودكت ناقص انرجي اوف ذا رياكتنت. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، لازم تعرفه وتحفظه عن ظهر قلب. دلتا جي اللي هو فرق الانرجي عباره عن انرجي اوف ذا برودكت ناقص انرجي اوف ذا رياكتنت. رياكتنت اللي هي السبستنت ده اسمه دلتا جي او فرق الطاقه. انرجي اوف ذا برودكت ما ناقص انرجي اوف ذا رياكتنت. لازم تعرفها ليه؟ اصل انا هقسم جميع التفاعلات الكيميائيه بناء على هذه الدلتا جي. ولازم تعرفها كويس قوي. يبقى كمان مره يا جماعه، كيف يعمل الانزيم؟ ايه الميكانيزم اوف انزيم اكشن؟ انا ما اعرفش ومحدش عارف. كلها ثيوريز، كلها هايبوثيسيز افتراضيه. الاولى اسمها لوك اند كي ثيوري، بتقول there is an area in the enzyme complementary to the substrate with the substrate fits into the enzyme like the loop and its key. هل شغاله اوبسوليت؟ ليه؟ تفترض ان الانزيم ريجيد. هل هو ريجيد؟ لا، لانها بتغير. الثانيه يا باشا اسمها انديوس فيت ثيوري، بتقول لا يا باشا الاكتيف سايت ده شكله بيتغير. لكن وين ذا سابستنت ابروش ذا انزيم، تقرب الانزيم، يحصل كونفورميشنال تشينجز في الاكتيف سايت ويبقى سيميلر تو السابستنت والسابستنت تفيت انتو ذا انزيم. التالتة والأهم اسمها lowering the energy of activation، وبتقول for any substance to give product should be placed at high energy، اسمها energy of، والإنزيم بيعمل إيه؟ lowering the energy of activation. وطلعت إن في حاجة اسمها دلتا جي، ودي energy of the product minus energy of reactant، وبتبدأ بالبرودكت. energy of product minus energy of reactant. قال لك بناء على دلتا جي بقى انا بقسم الانزيم كاتلايز ريأكشن ثلاث اقوال. يبقى ايه؟ التايبس اوف ذا انزيم كاتلايز ريأكشن. قال لك في نوع بسميه اكزيرجونيك ريأكشن او اكزوثيرمي، ده بناء على دلتا جي. وفي نوع بسميه اندر جونيك ريأكشن او اندوثيرميك، وفي نوع بسميه ايزوثيرميك ريأكشن. يبقى بناء على دلتا جي انا بقسم جميع التفاعلات الكيميائيه
الكاتالايز بانزيمز الى ثلاثه انواع: اكزيرجوريك او اسمه اكزوثيرميك، اندرجوريك او اندوثيرميك، وايزوثيرميك. دكتور هو الثيرموميتر يعني. الثرموميتر هو جهاز قياس درجة الحرارة. إن كلمة ثرم يعني حرارة، وميتر يعني قياس، هو بيقيس الحرارة ثرموميتر. طب اكزو يعني طلع ولا يسالك؟ فاكزو ثرميك يعني بروديوس انرجي. كلمة اكزو ثرميك بروديوس، لأن اكزو يعني يطلع وثرم يعني حرارة. فالاكزوثيرميك رياكشن بروديوس انرجي، بمعنى لو عندي اكزوثيرميك رياكشن او اكزوثيرميك رياكشن عباره عن سبستريت تديني برودكت بلس انرجي، سبستريت تديني برودكت بلس انرجي، وبالتالي الانرجي اوف برودكت اعلى ولا اقل من انرجي اوف سبستريت؟ اعلى في عينك. اقل لو عندي سبستريت الانرجي 90 هيطلع لي فري انرجي 20 والبرودكت بس صحيح. فالفري انرجي طلع من السبستريت. فهمت ازاي؟ فلو عندي اكزيرجوريك رياكشن الانرجي اوف ذا برودكت اقل من الانرجي اوف سبستريت، ان في جزء طلع فري انرجي. يبقى دلتا جي بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ لان لو هقول دلتا جي انرجي اوف برودكت ناقص انرجي اوف رياكتنت يعني 70 ده برودكت ناقص 90 يساوي كام؟ ناقص 20. ففي الاكزيرجوريك رياكشن دلتا جي بالنيجاتيف، يبقى الانرجي اوف برودكت بتبقى اقل من انرجي اوف رياكتنت عشان في فري انرجي طلع، ودلتا جي تبقى بالنيجاتيف. والتفاعل ده از هايلي ايرفيرسبل. هايلي ايرفيرسبل يعني ما ينفعش يرجع في كلامه، اصل عشان يرجع عايز انرجي هيجيبها له منين؟ فخلاص راح. هايلي ايرفيرسبل وبروديوس انرجي. يبقى الاكزيرجوريك رياكشن ده بروديوس انرجي اكزوثيرميك او اكزيرجوريك، والانرجي اوف برودكت لسه انرجي اوف سبستريت، وبالتالي دلتا جي بالنيجاتيف والتفاعل ده بيبقى ايرفيرسبل. طب الاندرجوريك او اندوثيرميك هو اندو يعني ايه؟ بياخد ولا بيطلع؟ بيطلع في عينك، بياخد انرجي، ده كونسيوم انرجي، بمعنى سبستريت بلس انرجي يديني برودكت. سبستريت بلس انرجي يديني برودكت، وبالتالي يا محمد الانرجي اوف برودكت مور ولا ليس زي الانرجي اوف سبستريت؟ ليس ولا مور يا مان؟ ده مور ولا ليس؟ مور يا بايظ. ليه؟ قال لك هنا السبستريت 60 والانرجي اللي دخلت زي مثلا 50 يبقى البرودكت طلع في 110. يبقى انا حطيت انرجي على السبستريت وطلعت البرودكت، يبقى الانرجي بتاع البرودكت بقت اعلى من السبستريت. دلتا جي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ خلاص بقى بانت بقى انرجي اوف برودكت ناقص انرجي اوف رياكتنت يعني هتبقى 110 ناقص كام؟ ناقص 60 يساوي بلس 50. يبقى انا دلتا جي بالبوزيتيف، التفاعل ده بيكونسيوم انرجي ودلتا جي بالبوزيتيف. يقول لك بقى هذا الرياكشن اللي اسمه اندوثيرميك رياكشن شود بي كابل، لا مش شود، ماست بي كابل ويز اكزيرجوريك رياكشن. بمعنى ايه؟ قال لك عشان يحصل تفاعل اندرجوريك لازم يحصل جنبه تفاعل اكزيرجوريك. ليه؟ عشان طلع مش الاندرجوريك عايز انرجي، اجيب الانرجي منين؟ من تفاعل ايه؟ اكزيرجوريك. فيحصل تفاعل اكزيرجوريك يطلع انرجي، اروح واخد الانرجي ادخلها في تفاعل ايه؟ اندرجوريك. يبقى الاندرجوريك رياكشن شود بي كابل ويز اكزيرجوريك رياكشن. يبقى الاندوثيرميك او الاندرجوريك ده يا جماعه الانرجي اوف برودكت يبقى مور ذان انرجي اوف سبستريت، فدلتا جي بالبوزيتيف وده بيكونسيوم انرجي وماست بي كابل ويز الاكزيرجوريك رياكشن. طب الايزوثيرميك رياكشن، كلمه ايزو يعني ايه؟ شبه قال لك ده سبستريت
تديني برودكت، لا انرجي خرجت ولا انرجي دخلت. لا انرجي خرجت ولا انرجي دخلت، وبالتالي الانرجي اوف سبستريت هي سيم از انرجي اوف برودكت. دلتا جي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دلتا جي زيرو. ليه؟ لان الانرجي اوف سبستريت هي الانرجي اوف برودكت، والتفاعل ده يا جماعه فريلي ريفرسبل. فريلي ريفرسبل يعني ماشي في السكرتين زي بعض، زي ما ماشي كده ماشي كده، لان مفيش لوس او جين لانرجي. يا جماعه انا بقسم الانزايم كاتالايز رياكشن بناء على دلتا جي ثلاثة انواع. نوع بيطلع انرجي اسمه اكزوجينيك او اكزوثيرمال. يا جماعه انرجي اوف برودكت از ذات انرجي اوف سبستريت، وبالتالي دلتا جي في النيجاتيف وتفاعل هايلي انرجيز اندرجونيك او اندوثيرميك بياخد انرجي بيكونسيوم انرجي، وبالتالي انرجي اوف برودكت مور ذان انرجي اوف سبستريت، ودلتا جي بالبوزيتيف ولازم يبقى كابلت مع اكس بريفيشن. ايزوثيرميك انرجي اوف سبستريت ايكوال ذات اوف برودكت، ودلتا جي بزيرو والتفاعل فريلي ريفرسبل لمن يفهم وقليل من هو. لو بصيت على الكيرف اللي هو قدامي ده، الرياكشن ده بالكيرف ده اكزرجونيك ولا اندرجونيك ولا ايزوثيرميك رياكشن؟ اندرجونيك. اكزو ولا اندو؟ اكزو 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 باص اكزو. طبعا ليه؟ قال لك انا ببص على الانرجي بتاع البرودكت، اقل ولا اعلى من السبستريت؟ اقل. ما هنا يا جماعه زيرو وانت طالع لفوق بتعلى، فالانرجي اوف برودكت اهي اقل من الانرجي اوف سبستريت، وبالتالي التفاعل ده يا جماعه يبقى اسمه اكزوجينيك، لان ده تجيب النيجاتيف. انرجي اوف برودكت اقل من الانرجي اوف سبستريت. عارف لو التفاعل ده اندرجونيك شكله ازاي؟ وده بقى ممكن يجي في الام سي كيو. لو هو اندرجونيك شكله كده او انرجي اوف برودكت اعلى من السبستريت، اللي هو ايزوثيرميك شكله ازاي؟ شكله كده. والانرجي اوف سبستريت هي انرجي اوف برودكت، ومفيش مكان احط فيه دلتا جي انها بزيرو. يبقى التفاعل ده لو البرودكت نزل تحت قوي ده اكزوجونيك، برودكت اعلى من السبستريت ده اندرجونيك، الاثنين في نفس الليفل ده اسمه ايزوثيرميك ريكشن. متفقين؟ حد عنده مشاكل هنا يا جماعه؟ اتفضل. هو مش المفروض في الكاتالايز رياكشن يبقى ترانزيشن بوينت او كلينزنج بوينت دي قبل ما يقفل؟ قبل البرودكت. هي مش كده في الديوريشن بتاعها بعد؟ لا لا، الترانزيشن هي اعلى ليفل من الطاقه اوصل له، بعدها يحصل ايه؟ ايوه، انا قصدي في الكاتالايز مش المفروض يبقى الخط ده قبل المحور. اللي هو الخط بتاع الفيكتور. لا احنا مهمين الليفل، الليفل اقل. لكن هي مش مهم قبل المحور. المهم ان هي اقل. لكن مش هم قبلها. لا كلام مش متفاهم، ده كله امسك. ممكن كابل لكن مش زي الكونيكت ريفرسبل. ندخل بقى في تايتل جديد. يسمى انزيم اسبيسيفيسيتي. انزيم ايه؟ مع بعض يلا نتكلم عن موضوع يسمى انزيم سبيسيفيسيتي. يا عم انت قلت يا عم، ما انت لما اتكلمت عن البروبرتيز اوف انزايم قلت هايلي سبيسيفيك ان ذير اكشن، قلت الكلام ده. لكن عايزين نتكلم بقى بالتفصيل، بقى نتكلم بالتفصيل عن الانزايم سبيسيفيسيتي. قول في ثلاثه انواع من السبيسيفيسيتي اوف انزايم. في نوع بسميه اب
absolute specificity. Absolute specificity يعني absolutely الزي واحد يشتغل على ثلاث لحظات. Absolute specificity. النوع الثاني بسميه group أو relative specificity نسبي. النوع الثالث بسميه stereochemical أو stereo-optical specificity. واحدة واحدة يا بس. Absolute specificity يعني one enzyme add to only on one substrate. One enzyme add to only on one substrate. ده absolute specificity. وده حال معظم الإنزيمات. معظم الإنزيمات هي absolute specificity والإنزيم الواحد شغال على substrate واحدة. زي انزيم اسمه ارجينيز على مين بس؟ ارجينيز لاكتيز لاكتوز سكريز فركتوز بس مولتيز فركتوز بس. يبقى معظم الانزيمات اللي هي ابسوليوت سبيسيفيستي الانزيم الواحد وركس اونلي اون وان سبستريت. طب جميل. النوع الثاني بسميه جروب او بسميه relative specificity يعني تخصص نسبي. قال لك كده الانزيم specific لنوع معين من البروتين يكسر نوع معين من البروتين يكسر نوع معين من الجروب. ازاي يعني؟ يقول لك مثلا الانزيم اللي اسمه تريبسين ده بيكسر البيبتايد بوند. يا ترى هل اي بيبتايد بوند؟ يقول لك لا التريبسين ده specific for the peptide bond the carboxyl group of which belongs to basic amino acid. ولا حد فاهم اي حاجه. ايه يا عم اللوغاريتمات دي؟ بص معايا. لو ده امينو اسيد NH2CHCOOH ودي R1 وده امينو اسيد NH2CHCOOH وادي R2 عشان اشبك الامينو اسيد ده في الامينو اسيد ده واعمل بالتايب بوند لازم الكربوكسيل جروب بتاع هذا الامينو اسيد تباين مع الامينو جروب بتاع هذا الامينو اسيد. ازاي؟ بشيل ميه ادي او اتش من هنا وادي اتش من هنا واشبكهم مع بعض بالبوند اللي اسمها بيبتايد. يقول لك التريبسين ممكن يكسر البيبتايد بوند دي في حاله واحده بس لما يكون الكربوكسيل جروب اللي داخله في البيبتايد بوند دي تخص بيزك امينو اسيد زي اللايسين او الارجينين او الهيستين. يبقى هو سبيسيفيك فور ذا بيبتايد بوند كربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو ايه؟ بيزك امينو اسيد لايسين ارجينين هيستين. يبقى انا ما قلتش امينو اسيد واحده اهو جروب اوف امينو اسيد ارجينين ولايسين وهيستين ده مستوى اعلى ولا اقل من التخصص؟ اقل من التخصص. يبقى هنا absolute specificity سابس الواحدة لا هنا أكتر من واحدة أكتر من واحدة ده specific للجروب يا جماعة ده اسمه group specificity التريبسين specific for ده بيبتايد بوند كربوكسيل جروب في ويتش بيلونجز تو بيزك أمينو أسيد يعني يكسر البيبتايد بوند عندما تكون الكربوكسيل جروب المساهمة في البوند دي تتبع بيزك أمينو أسيد. طب ايه بقى الستيريو اوبتيكال او الستيريو كيميكال سبيسيفيستي؟ قال لك انا متخصص في نوع من الايزومرز متخصص في نوع من الاوبتيكال ايزومرز. لما خدنا الاوبتيكال ايزومرز في الكربوهيدرات الكيميائيه الاولاني قلنا في حاجه اسمها دي كابل وحاجه اسمها ال كابل فيبقى متخصص في دي كابل بس او في ال كابل بس متخصص في اي حاجه دي متخصص في اي حاجه دي زي ايه؟ قال لك زي انزيم اسمه ال امينو اسيد اوكسيديز ده يعمل اوكسيديشن لاي امينو اسيد اي واحد شرط يكون ايه؟ ال واحد اسمه دي امينو اسيد اوكسيديز ده يعمل اوكسيديشن لاي امينو اسيد مش شرط يكون ايه؟ دي 4 وبالتالي درجه اقل واقل بالتخصص اسمها ستيريو كيميكال او ستيريو اوبتيكال سبيسيفيستي ده شغال على ايزومر وسايب التاني ملوش دعوه بيه. يبقى ال L4 بس يبقى ال D4 بس. يقول لك في اكسبشن بقى. في انزيمز ودي اورال يا جماعه اسمها راسيميزس.
اسمها يا جماعه راسيميزيس. الراسيميزيس تشتغل على ال ودي، تحول ال فورم دي او دي فورم دي. في زايد اسمها راسيميزيس دي كونفيرت ال دي وكمان الدي لل ال. وراسيميزيس جاي من كلمه راسيميك ميكتشر. فاكر لما خدنا الراسيميك ميكتشر كونتين ايكوال اماونت اوف بوث كرانتمر دي و ال، هو بيحول الدي ل ال وبيحول ال لدي. ولدرجه اقل واقل من التخصص اسمها ستيريو كيميكال او ستيريو اوبتيكال اس بيس فيستي. لكن السؤال ليه؟ السؤال بطريقه ثانيه، ليه ربنا خلق ليه ربنا خلق درجات من الاسبيسيس؟ ما يكون الانزيمز كلها ابسولوت سبيسيس او يكون كل الانزيمز ما لهاش سبيسيس شغاله على اي حاجه خالص. ليه في درجات من السبيسيس؟ بص بقى حاجه متضايقه. لما ابص على الدايجستيف انزيمز هلاقي الدايجستيف انزيمز ليها لو اس سبيسيس. ليه بقى؟ واحنا لما بناكل بناكل نوع واحد ولا انواع كتير؟ كتير. هو احنا وراك الاكل ملايين الانواع. تخيل لو كل نوع في الاكل ليه انزيم مخصوص يهضمه، يبقى محتاجين كام انزيم؟ ايه ما تعدش ملايين. قال لك ده ربنا خلى الدايجستيف انزيمز ليها لو اس بيس فيستي، وبالتالي انت محتاج كميه محدوده من الانزيمز عشان تدايجست اي حاجه تاكلها. يبقى الانزيمز اوف دايجيشن ليها لو اس سبيسيفيستي، وبكده بقى عندي سمول جروب اوف انزيمز يدايجست اول فود ستاف، كل انواع الاكل. جميل. دي الدايجستيف انزيمز. طب لو بصيت على الميتابوليك انزيمز، وكلمه ميتابوليك انزيمز يعني الانزيمات اللي موجوده جوه الانسجه بتاع الجسم. الانزيمات المختصه بالميتابوليزم بتاع الجسم، التمثيل الغذائي. الانزيمات دي المفروض اعمل لها كنترول ولا اخليها بحريتها؟ لا طبعا لازم تبقى كنترول. الانزيمات دي هي اللي هتحرق الجلوكوز، اللي تخزن الجلوكوز، اللي تعلي تاني، هي اللي بتصنع كوليسترول. الانزيمات مهمه. ميتابوليك انزيمز فلازم تبقى ويل كنترول. طب مصلحتي عشان تبقى ويل كنترول اخلي الانزيمات دي شغاله على سبست واحده ولا شغاله على اكتر من سبستريت؟ الاسهل عشان اعمل لها كنترول تكون شغاله على وان سبستريت ولا مو زي وان سبستريت؟ وان سبستريت. لو شغاله على سبستريت واحده اعمل لها كنترول كويس. يعني بالذات لو انت بتذاكر بايو بس تجيب تقدير، ولا بتذاكر بايو معاها ثلاث مواد. فلو انت خدتها خاص بالبايو هتبقى احسن مني. لكن بتذاكر معاها 50 ماده ولا هتفهم فيها حاجه. يبقى يا جماعه لو الانزيم سبيسيفيك لوان سبستريت هيبقى ديزا كوست وهيبقى ويل كنترول، وبالتالي الميتابوليك انزيمز ربنا خلاها اوف هاي سبيسيفيسيتي. ليه؟ عشان تبقى ويل كنترول. يبقى ايه حكمه ان في انزيم سبيسيفيسيتي؟ كل حاجه دلوقتي مظبوطه. الدايجستيف انزيمز ليها لو سبيسيفيسيتي وده هيقلع سمول جروب اوف انزيمز عشان تدايجست كل الفود ستاف. اما الميتابوليك انزايم بتاع الميتابوليزم بتاع التيست بتاع جسمي اوف هاي سبيسيفيستي عشان تبقى ويل كنترول، وده النوع اللي اسمه اس سبيسيفيستي اوف انزايمز قسمته ثلاثه، نوع اسمه ابسوليوت. وابسوليوت يعني ابسوليوتلي وان انزايم اونلي اور وان سبستي، درجه اقل اسمها جروب او ريلاتيف. انا متخصص في جروب واحده بس، زي واحد اسمه تريبس سبيسيفيك فور زي بتايت فور كاربوكسيل جروب اوف وش بلوك سويه بيزيك او بايو اكسل ارسين ارسين ارجين وسين. درجه اقل واقل اسمها ستيريو كيميكال او اوبتيكال. انا متخصص في نوع من الايزومر، يا اما ال بس يا اما دي بس. بس عندي اكسبشن، انزيم شغال على ال او دي اسمه راسيميزيس، يحول ال لدي والدي كمان ل. طب ايه الامبورتنس اوف سبيسيفيسيتي؟ الدايجستيف انزيمز ليها هاي ولا لو سبيسيفيسيتي؟ عشان جروب بسيط يدايجست كل الاكل. اما الميتابوليك انزيمز ليه ايه؟ هاي ليه؟ عشان تبقى ويل كنترول او ويل ريجوليتد. سننتقل الى عنوان اخر
اكتب عليه ريتن غايه بالاهميه، اكتب عليه اهم سؤال في ايزايا وهو الايزو انزايا. ايزو انزايمز او بسميه ايزوزايمز. السؤال ده لا يخلو بالوزن، وده واحد من اهم اسئله الريتن في الشابتر كله. ايزو انزايمز، عايزين نعرف ايه الديفينيشن بتاع الايزو انزايمز، وايه البروبرتيز بتاع الايزو انزايم، والاكزامبلز فور الايزو انزايم. يبقى انا هتكلم عن كام عنوان؟ ثلاثه. ايه الديفينيشن؟ وايه البروبرتيز؟ وايه الاكزامبلز؟ الديفينيشن غير في الاهميه، وساعات تيجي الواحد ديفاين كده. لو هديفاين الايزو انزايم هقول ذي ار انزايمز ذات كاتالايز السيم ريشن. Enzymes that catalyze the same reaction, but they differ in structure, وكمان properties, وكمان rate of chemical reaction. نحفظ بعد ذلك. يعني ايه ايزو انزايم؟ ديفاين ايزو دي ار ايه؟ انزايم ذات كاتالايز السيم ريأكشن، بس دي ديفرنت استراكشر وبروبرتيز وريت اوف كيميكال ريأكشن. كمان مرة، يعني ايه ايزو انزايم دي ار ايه؟ انزايم ذات كاتالايز السيم ريأكشن، بس دي ديفرنت استراكشر وبروبرتيز وريت اوف كيميكال ريأكشن. عايزين نفهم دايما كلمة ايزو يعني شبه. لما خدنا ايزو مارس اسمها متشابهات، ايزو يعني شبه وغير يعني شبه، فده اسمها ايزو انزايم وايزو يعني شبه. فايزو انزايمز يعني الانزيمات المتشابهه. اسمها يا جماعه الانزيمات المتشابهه. معنى لو جيت كده عند الدكتور عمر، بص يا عم متخافش والله ده بسيطه والله اتخض قوي يا لو جيت عند عمر وخدت منه انزيم اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز، يعني بيعمل دي هيدروجينيشن لاكتيت من عمر، وجبت مثلا سي يا سيدي ريت، وخدت منه انزيم برضه اسمه لاكتيت هيدروجينيز بيعمل دي هيدروجينيشن لاكتيت، هل نفس الانزيم اللي عند عمر هو نفس الانزيم اللي في الريت؟ مع انهم بيعملوا نفس الوظيفه، ده دي هيدروجينيشن لاكتيت وده دي هيدروجينيشن لاكتيت، هل زي بعض؟ لا طبعا، ده حاجه وده حاجه، لان ده في هيومن وده ايه؟ في الريت، مع ان التو انزيمز بيعملوا السيم رياكشن لكن مختلفين. طيب جيت عند عمر وخد انزيم بيعمل وظيفه معينه من الكدني، وانزيم بيعمل نفس الوظيفه بس من الليفر، هل زي بعض؟ المفروض زي بعض. يبقى طالما في جسمي، في جسمي وبيعملوا نفس الوظيفه، يبقى الانزيمين ليهم نفس الاستراكشر والبروبرتيز والريت وكل حاجه. دي القاعده، ان انزيمات جسمي زي بعض مهما اختلفت الخليه اللي موجوده فيها. ولكن وده بقى الشاذ عن القاعده، ساعات بنلاقي انزيمات بتعمل نفس الوظيفه كاتالايز سيم رياكشن، لكن بلاقي في اختلافات ما بينها في الاستراكشر في التركيب وفي البروبرتيز في الخصائص وكمان الريت اوف كيميكال رياكشن في سرعه التفاعل الكيميائي، فسميتها انزيمات شبه بعض، سميتها انزيمات متشابهه او سميتها ايزو انزايم. يبقى القاعده ايه؟ القاعده ان طالما كان الانزيم بيعمل نفس الوظيفه يبقى هو في الليفر في الكيدني في البرين نفس الانزيم في كل حاجه. لكن الشاذ عن القاعده ساعات بلاقي انزيمات بتعمل نفس الوظيفه لكن في ما بينها اختلافات في الاستراكشر وفي الريت وفي كيميكال ريكشنز، رحت مسمي الانزيمات دي ايه؟ انزيمات متشابهه او ايزو. يبقى قول معايا بقى الديفينيشن في البدايه، they are
enzymes. Is that catalyze the same but different structure or properties or rate of chemical reaction. يا رب اللي ما يقول يا صاحبي يعني ايه ايزو انزايم دي ار ايه؟ انزايم كاتالايز السيم ريأكشن بس دي ديفر ان ستراكشر وبروبرتيز والريت اوف كيميكال كمان مره يعني ايه ايزو انزايم؟ انزايم كاتالايز السيم ريأكشن بس دي ديفر ان ستراكشر وبروبرتيز والريت اوف كيميكال ريأكشن ده اول ايه العنوان التاني قال لك فيه البروبرتيز بتاع الايزوميزم يقول لك والله هقول ذي هاف ديفرنت الكترو فوريتك موبيليتي جيت على الكلام جيت على الترم الاولاني حاجه اسمها الكترو فوريز مايجريشن الكتريك فيلد ده منطقي مش هما ليهم ديفرنت ستراكشر التركيب مختلف فالمولكيولر ويت مختلف والتشارج مختلف فلو جريتهم في تيار كهرباء واحد يبقى اسرع من الثاني يبقى هما ليهم ديفرنت الكتروفوريتك موبيليتي ليه؟ عشان ليهم ديفرنت ستراكشر وكمان ليهم ديفرنت حاجه اسمها كي ام اعرفها بعد شويه اعرف كي ام بعد شويه كمان ليهم ديفرنت كلينيكال يوزز يعني لهم استخدامات اكلينيكيه كتيره بستخدمهم في الدياجنوزيس اوف ديزيز يبقى بروبرتيز ليهم ديفرنت ثلاثه ديفرنت الكتروفوريتك موبيليتي وديفرنت كي يعني ايه؟ هنعرف يعني بعد شويه ايه؟ وكمان ديفرنت كلينيكال يوزيز طب بص بقى انا يعني دماغي لازم اقلبها انا مش بفهم غير باكزامبلز اديني اكزامبلز هقول اول اكزامبل ليه ايزو انزيمز انزيم اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز اما دي جبت سيرته من الصبح او اختصارا اسمه ال دي اتش لاكتيت هيدروجينيز او اسمه ال دي اتش اللاكتيت هيدروجينيز لو بصيت للاستراكشر بتاعه هلاقيه مكون من فور سب يونتس مكون من اربع وحدات فور سب يونتس يا اما اتش يا اما فور ساب يونتس يا اما اتش كل ساب يا اما اتش هنا ام وبالتالي يا اولاد يبقى عندي كام بوسيبيليتي لو هو اربعه ساب كل واحده يا اتش يا ام يبقى كام احتمال 16 ل انا عندي خمس احتمالات يقول لك بص معايا ممكن الاربعه يبقوا اتش او الاربعه يبقوا ام أو 3 اتش وواحدة ام أو 3 ام وواحدة اتش أو النص بالنص 2 اتش و2 ام ام الترتيب ده ما يفرقش مش مهم الترتيب المهم 3 اتش وواحدة ام طب عادي معايا ده سميته ال دي اتش 1 اللي بعده 2 اللي بعده 3 اللي بعده 4 اللي بعده ايه الشطاره دي بسم الله ما شاء الله لا عرفتوا لحضرتكم؟ لا بسم الله ما شاء الله يبقى عندي 5 ايزو انزيمز للانزيم اللي اسمه لاكتيت ديالجينز بص معايا ال دي اتش 1 ده اتش 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 وبالتالي موجود في الهار هار 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 وبيزيد في حالة الميوكارديال انفاركشن جلطة القلب ال دي اتش 5 ده ام 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 يعني موجود ماسل 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 وكمان الليفر ويزيد in cases of muscle and liver disease بص معايا مش ال دي اتش 1 ده اسمه لاكتيت ديالجينيز و ال دي اتش 5 برضه اسمه لاكتيت ديالجينيز كاتالايز السيم ريكشن لكن دي ديفر فين؟ في الاستراكشر ده 4 اتش بس ده 4 ام وكمان البروبرتيز كل واحد موجود في مكان غير التاني وكمان الريت اوف كيميكال ريكشن طب خلي بالك معايا مش ده ال دي اتش
وده ال دي اتش. اشمعنى ده 1 وده 5؟ فوق دماغه ريشه، ابن دكتور في الكليه، كوزه يعني. ليه ده رقم 1 وده رقم 5؟ ليه يعني؟ قال لك على حسب الالكتروفوريزيس. ده جه في الاول يبقى هو الاول، بص عدلك دفاعيا. ده جه في الاخر يبقى هو ايه؟ اند اتش 5. لان الاتش سابورت اخف من الابن. فكل ما يكون عندك اتشات تبقى في الاول، كل ما يبقى عندك امات تبقى في الاخر، لان الاتش سابورت لايتر ذان الام سابورت. يبقى يا جماعه اول اكزامبل الانزيم اللي اسمه لاكتيت دي هايدروجينيز، ده كام سب يونت؟ أربعة، يا إما اتش يا إما، يبقى كام بوسيبيليتي؟ خمسة 1 و 2 و 3 و 4 و 5. ال دي اتش 1 ده اتش 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 يبقى موجود هار 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 ويزيد في حالة إيه؟ ال دي اتش 5 ده ام 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 وموجود ماسل 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 وكمان ليفر ويزيد ماسل وليفر يزيد. ده اول اكزامبل. الاكزامبل الثاني انزيم اسمه كرياتين كاينيز سي كي، او ساعات اسميه كرياتين فوسفوكاينيز سي بي كي، لكن اصح سي كي. يقول لك الكرياتين كاينيز ده مكون يا دكاتره من تو سب يونتس. كام سب يونت؟ اثنين، يا اما بي يا اما ام. يبقى كام بوسيبيليتي؟ طب ما تبص معاك، يا اما الاثنين يبقوا بي بي بي، يا اما الاثنين يبقوا ام، يا اما واحده ام وواحده اسميها بي ام. غالية أوي غالية أوي الإم دي. يبقى إما الاتنين بي يا إما الاتنين إم، واحدة إم وواحدة بي، يبقى إم بي. ده سميه سي كي 1 وده 2 وده بي. إشمعنى؟ هو سي كي 1 ده ابن طب كلية كوزا، قال لك ده فاستر في الإلكتروفوريزيس وده سلوور في الإلكتروفوريزيس، فده 1 وده 2 وده 3. سي كي 1 ده ايه؟ ده بي بي، فموجود برين برين ويزيد في حالات البرين انفاركشن، جلطة المخ. قالوا منين المخ ده؟ ولا جاتوا منين الجلطة دي؟ الجلطة يا جماعة يعني الشريان اللي موصل الدم للمخ اتقفل، فيحصل حاجة اسمها جلطة في المخ. السريبر ارترز اللي بتودي الدم للبريك اتقفل، ده اسمه جلطه المخ او برين فورك. سي كي 2 ده اسمه سي كي ام بي، وده موجود في الهارت، ويزيد برضو في حالات المايوكاردال انفاركشن يعني جلطه القلب. سي كي 3 ده ام ام، موجود ماسل ماسل، ويزيد في حالات الماسل ديزيز. يبقى لو بصيت هتلاقي اهو كلهم بيكاتلايز السيم رياكشن، فاسمهم كرياتين كاينيز، لكن ليهم ديفرنت استراكشر وديفرنت بروبرتيز وكمان ديفرنت ريت اوف كيميكال رياكشن، فاسمهم ايزو انزيمز. الموضوع ده تاريخي. اول كلمه ديفينيشن، اسمع صوتكم، يعني ايه ايزو انزيمز؟ يعني ايه؟ انزيمز Properties have different electrophoretic mobility وكمان يعني ايه كي ام؟ هنعرف بعد شويه. وكمان different clinical use. Example واحد اسمه لاكتين دي هيدروجينيز، كام سب يونت؟ أربعة، يا إما اتش إما، كام possibility؟ ال دي اتش 1 ده الاستراكشر ايه؟ اتش 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 موجود هار ده هار ده هار ده هار ويزيد ويقرر فرصه. ال دي اتش 5 ده الاستراكشر ايه؟ ام 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 موجود ماسل 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 وكمان ويزيد ماسل وليفر ديزيز. طيب الكرياتين كاينيز كام سب يونت؟ اثنين، يا
يا اما بي اما يا اما احتمال ثلاثة سي جي 1 ده عبارة عن ايه؟ بي بي موجود؟ بلين بي سي بلين فار سي جي 2 ده عبارة عن ايه؟ ام بي بي موجود؟ هار ويزيد وجارد ريفولتر سي كي 3 ده ام ام موجود؟ ماسل ويزيد ماسل يزيد لو قلت لك سؤال ان يو ريت تو انزايمز انكريز ان كيسز اوف جارد ريفولتر انزيمين بيعلو لو حد عنده جلطه في القلب. حد يرفع ايده. قول يا ممكن. برافو عليك. يبقى محدش يقول ال دي اتش وسي كي، مش اي ال دي اتش ومش اي سي كي. هقول له يا باشا ال دي اتش 1 وسي كي 2 دول اللي يزيدوا ويقعد ساعات يوصل وساعات يطمع فيه، اوعى تطمع اي حد فيه. يقول لك ايه؟ طب تعرف تقول لي حاجه نان انزيماتيك اشخص بيها موكولا انفاركشن؟ مش انزيم، حاجه مش انزيم. قيسها في الدم واشخص بيها موكولا انفاركشن، تقول يا باشا تروبونين. لو قست التروبونين في الدم، السؤال مكتوب على الدكتور وجاي. لو قست التروبونين في الدم ولقيته عالي ده موكولا انفاركشن. ودي حاجه ليه؟ نان انزيماتيك. اقلب الصفحه من فضلك. يعني بيطمع. طمع. لا الهرمونين ده موجود في المصل السادس، في المصل التلاطي، فلما يحصل الفرشه المصل بيفرقع، طلع في الدم. ايوه بس يا فاشل يا بويز، بس يا حقير، مش مرفع عينك. ندخل بقى في عنوان اسمه فاكتورز افكتنج الانزيميشن. فاكتورز افكتنج الانزيميشن، العوامل اللي تتحكم في الاكتيفيتي اوف ذا سيل. هما تسعه. اول حاجه تمشي. الحاجة الثانية بي اتش. الحاجة الثالثة كونسنتريشن. والرابعة كونسنتريشن. والخامسة كونسنتريشن. أما بقى الستة برضه كونسنتريشن. كونسنتريشن أوف سابس. كونسنتريشن أوف إنزيم. كونسنتريشن أوف برودكت. Concentration of cofactors. ورقم سبعة التايم الوقت. رقم ثمانية الاكتيفيتورز. ورقم تسعة الانهيبيتورز. تسع حاجات ممكن يأفكت الانزيم. واحد تمشي. اثنين بيتش. ثلاثة concentration of سابسكريبت. أربعة كونسنتريشن أوف إنزايم، كونسنتريشن أوف برودكت، كونسنتريشن أوف كوفاكتور والتايم والأكتيفيتور والإنهبيتور. تسع حاجات ممكن يأفكت الإنزايم. خلي بالك معايا، أنا هدرس كل حاجة من التسعة وهدرس إزاي تأفكت الإنزايم أكتيفيتي، بس عندي شرط. لو هدرس تأثير فاكتور على الإنزايم أكتيفيتي لازم أثبت باقي الفاكتور. فلو هقيس تأثير التمشر لازم الثمانية الباقيين ثابتين. هقيس تأثير البيتش لازم أثبت كل عوامل أخرى. فلو هقيس تأثير فاكتور على الأكتيفيتي أوف ذا إنزايم لازم الأذر فاكتورز يبقوا إيه؟ كوليسترول. نبدأ واحدة واحدة وأكشولي الموضوع ده هو الشابتر، يعني هو الشابتر. لو خلصناهم يبقى برضه في الشابتر ده. نبدأ أول حاجة التمشر ونشوف تأثيرها ايه يا دكاترة على الأكتيفيتي أوف إنزايم. هو درجة حرارة الجسم كام درجة سنتيوس؟ 37. والإنزيمات دي جوه الجسم ولا بره الجسم؟ جوه الجسم. وبالتالي الأيديال تمشر بالنسبة لي هي الأيديال تمشر الإنزيم. فالأوبتيمم يعني الأحسن حاجة الأوبتيمم تمشر for the activity
of most enzymes هي درجة حرارة جسم اللي هي 37 سلسلس. وعند 37 سلسلس الانزيم بيوصل لأعلى activity. لو قللت الحرارة عن 37 الاكتيفيتي بتقل. ولو زودت الحرارة عن 37 الاكتيفيتي برضه بتقل. طب عايزين نرسم الكلام ده في صورة كيرف. وقلنا أي كيرف ليه تو اكسس. واي اكسس الصادي واكس اكسس السيني. الفيرتيكال اللي هو الواي اكسس بحط عليه الفيلوسيتي. كلمة فيلوسيتي يعني السرعة. أو ساعات أسميها دكاترة initial velocity. كلمة initial velocity يعني في البداية. أو أسميها VI. VI يعني initial velocity. وأحط على الـ X-axis الـ temperature. فلاقي يا جماعة عند 37 سلسيوس وصلت لأعلى velocity. أقل من 37 الـ velocity بتقل. وأعلى من 37 velocity بتقل. وعندي 70 الرياكشن بيوقف. ليه عندي 7 عند 70 الرياكشن بيوقف؟ قال لك الانزيم ده مش عباره عن بروتين. بروتين ولا مش بروتين؟ يعني لحمه ده يعني يحصل له بالحراره حاجه اسمها دينيتوريشن. يبقى عند 70 بيستوب الرياكشن. ليه؟ حصل للانزيم دينيتوريشن. يبقى لو سالتك قلت لك الاوبتيمم تمبشر فور موست انزايم كام؟ قال لك 37 هي الفانكشن. عندها بوصل لاعلى فيلوستي. واعلى فيلوستي بسميها في ماكس. ماكسيمال فيلوستي. اقل من 37 الرياكشن بيقل. واعلى من 37 الرياكشن بيقل. وعند 70 الرياكشن بيستوب. ليه؟ قال لك حصل دي ناتوريشن اوف ذا. النقطة اللي بعدها يا جماعة اسمها بي اتش. ونشوف تأثير البي اتش على الاكتيفيتي اوف ذا انزايم. أنا هنا في التمبشر قلت ذا اوبتيمم تمبشر فور موست انزايم 37. أنا في البي اتش هقول each enzyme has its optimum pH. شوف مرة each enzyme has its optimum pH. كل انزيم له الاوبتيمم بي اتش الخاصه بيه. اللي عندها بوصل لاعلى فيلوسيتي. اقل من هذه البي اتش تقل فيلوسيتي. واعلى من هذه البي اتش برضه تقل فيلوسيتي. لما تيجي نرسم قال لك برضه هرسم نفس الكيرف. ودايما على الواي اكسس احط في اي. يعني ايه في اي؟ انيشال فيلوسيتي. وعند الاكس اكسس احط البي اتش. مثلا 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 لو عندي انزيم اسمه بيبسين هلاقي الاوبتيمم بي اتش بتاعته 2. فعند 2 اعلى فيلوستي اللي هي في ماكس. اقل من 2 تقل فيلوستي. واعلى من 2 تقل فيلوستي. التريبسين مثلا هلاقي اوبتيمم بي اتش عنده عند 6. عند 6 اعلى فيلوستي. اقل من 6 تقل فيلوستي. واعلى من 6 برضه تقل الفلوسي. فانا مش هقول موست او each enzyme has its optimum pH اللي بوصل عندها الاعلى فيلوستي. اقل من هذه الاوبتيمم pH يقلل الفلوسي. واعلى من هذه الاوبتيمم pH برضه يقل الفلوسي. وبلاقي دايما الاوبتيمم pH تتراوح ما بين 5 to 9. ده سؤال اكسبرس اللي فات. الاوبتيمم بي اتش بتاع موست انزايمز يتراوح من 5 ل 9. طيب السؤال ده بيصير في الاورام الدكاتره كبير شويه. يقول لك هاو ذا بي اتش كان افكت الانزايم. هاو ذا تشينج البي اتش كان افكت الانزايم. مش اي حد يجاوب السؤال ده صح. عشان تجاوب السؤال ده صح ايفن لو حد جريتك تقول له والله السيفير A change in pH بيأفكت الإنزيم أكتيفيتي. وكمان المودريت A change in pH برضو يأفكت الإنزيم أكتيفيتي. يبقى الـ change in pH قد يكون severe change فيأثر على أكتيفيتي الإنزيم.
وقد يكون moderate change فبرضه يأثر على الكريبتو بتاعتك. واحدة واحدة. الـ severe change in pH هيأثر على الكريبتو بتاعتك ليه؟ due to denaturation. أنا مش هاد يا جماعة في الكيميكال كوزز اوف denaturation strong acid وكمان strong pH. فلو غيرت الـ pH جدا وعملت severe change in pH السيفير تشينج هتعمل دي ناتوريشن للديزاين وبالتالي شكله يبوظ ويفقد وظيفته ويقع في الرياشن. اللي عايز افهمه بقى مودريت تشينج البيتش. ازاي مودريت تشينج البيتش تافكت الاكتيفيتي اوف الديزاين؟ ركز معايا. فاكر لما رسمنا الديزاين قلنا في الديزاين حاجه اسمها اكتيف سايد، والاكتيف سايد ده فيه جروبس وظيفتها تفايد لكومبلمنتري جروبز دي اسامبشن. فسي ده الانزايم وفي جروبز بيل بوزيتيف ماشي، واللي فوق الاسود دي اسامبشن وفيها جروبز بيل نيجاتيف. فاول ما السبستريت تقرب من الانزايم النيجاتيف اللي على السبستريت يشبك في البوزيتيف اللي على الانزايم ما تفرقش. ده الرياكشن. طب انا غيرت البيتش حطيت الانزيم وكمان السبستريت سي مثلا في ميديم اسيديك. في ميديم ايه؟ اسيديك. ده فيها اتش كتير ولا او اتش كتير؟ اتش كتير. والاتش عليه شارج ايه؟ فالاتش البوزيتيف يشبك في النيجاتيف اللي على السبستريت ويمنع اتحاد السبستريت بالانزيم. باظر اتش. طب سي انا حطيت الانزيم والسبستريت في ميديم الكالاين، ده فيها اتش ولا او اتش؟ عليه شارج ايه؟ فالاو اتش النيجاتيف تروح هي شبكه في البوزيتيف اللي في الاكتيف سايت وتمنع السبستريت من الارتباط بالانزيم وبرضه ما تريحش. يعني لو في سيفير تشينج في البيتش هيبوظ الرياكشن عشان حصل ديناتوريشن، ولو في مودريت اكشينج ان بيتش برضه الرياكشن يبقى افكتد. ليه؟ اللي عايز ايه؟ بيكوز ذا اتش ايون ان اسيديك ميديوم، ذا اتش ايون ان اسيديك ميديوم اور او اتش ايون ان بيزك ميديوم، ذا اتش ايون ان اسيديك ميديوم اور او اتش ايون in basic medium find the two groups on the substrate or the enzyme find two groups on the substrate or the enzyme الحمد لله preventing the enzyme substrate interaction يبقى ليه moderate change in pH it affect the activity because the H ion in acidic medium or OH ion in basic medium bind the two groups on the substrate or enzyme preventing the enzyme substrate interaction. وده يا جماعه ازاي ال pH يأفكت الزمن كده؟ يس. بس. طيب ده يا جماعه تأثير ال temperature وكمان تأثير ال pH على activity of the site. نكتفي بهذا الحد ونستكمل بقى الحصه الجايه ان شاء الله. الحصه الجايه الاربع 12 والريبيت الخميس 10 ان شاء الله. جود لك.